open the door, please. افتح له الباب، عميل لك افتح الباب. كمان. ايوه قربوا قربوا لهو. Good, good. Yes. It's great. Take it, please. Okay. Two. Two. شكراً. Everything is all right. Let's go. Okay, okay. Everything is all right. This contract is ready. Yes. We just need the signature. Okay. يا جماعة، العقد عم يقول إنه صار جاهز وبحاجة لتوقيع كل أصحاب العلاقة. جاهزين؟ طبعا جاهزين، ولا يهمك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شو اللي عم بيصير هون يا سيد عماد؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. إن شاء الله ألف مبروك. عمي طلع بايع حصانين للإنجليز وهلا جايين يكملوا الصفقة ويدفعوا المصاري. طبعا هيطلع لك حصة كتير كبيرة. ما في عندنا خيول للبيع يا سيد عماد. أستاذ خالد، أنت شو عم تحكي؟ طبعا هذا الحكي مرفوض، لأنه هي الصفقة تمت وخلصت، واللي قام فيها واحد بياكل نص هالدنيا هي، سامي باشا الرافع. سامي باشا ما معه مزل. ما في داعي لوشوشتك، لأنه اللي قاعدين نحكيه مش سر، ولا هو ضد حدا، واللي بياكل نص الدنيا ياكل الدنيا كلها، بس هون ما حدا بياكل غير اللي إله، فهمت؟ شو اللي بدك تقوله يا سيد خالد؟ اللي بدي أقوله واضح، قاعد أحكيه بالعربي مش بالإنجليزي. خيول للبيع ما في عندنا ولا من أي نوع. بس ما بابا اتفق معهم، ويا ريت ما تنزع سمعة المرحوم بابا. لا مو صحيح، المرحوم ما باع، المرحوم ناقش الموضوع وفكر فيه وبعدين لغاه. شو يعني يا جماعة؟ ممكن نعرف مين المسؤول هون ومين صاحب القرار لحتى نعرف نحكي معه وإله؟ أنا صاحب القرار هون، وأنا اللي بمثل مجموعة الورثة. أنت بتمثل حالك وبس. أنا إلي نص المربط وثلث النص الثاني. وأنا كمان من الورثة، واللي بيقوله خالد أنا موافق عليه. شو هالحكي هاد؟ يا جماعة البيع تم بين سامي باشا وبين الإنجليز من طرف، وبين المرحوم من طرف تاني، والخبراء اجوا لهون وعاينوا وصوروا وعملوا كل شيء واتفقوا على كل الإجراءات وحتى على السعر كمان. مع احترامي لك هالكلام مش صحيح، ما صار اتفاق لا شفهي ولا تحريري. بعدين لما طلعوا من هون لقينا انه ما لنا اي مصلحة بالموضوع. انت بتعرف شو بيعني هاد؟ ولا بيعني شيء. مصاريكو معك وخيولنا عندنا، وتكاليف السفر ممكن نتكفل فيها. مع السلامة. لا. What happened? No problem. هذا الكلام مو معقول أبدا. أنت عم تفتح تمك على الشر هيك يا سيد خالد. أنت بتعرف شو يعني إذا وقعت مع سامي باشا الرافع؟ بسيطة على كل حال. What's the problem? It's over, sir. Over. No, no problem. Coming. Mr. Colum. Coming, Mr. Please. عبير تصرفي. ليش هيك عملت يا سيد خالد؟ شو عملت يا عبير؟ انت هيك عم تسيء لبابا بقبره. الله يخليك، انا ما بحب الكلام الكبير، احكي كلام بسيط بفهمك وبستوعبك. بابا الله يرحمه قبل ما يموت باع الخيول، وانت هيك عم تكسر كلامه. مو صحيح، المرحوم ما باع، فكر بعدين لغى الموضوع. بعدين يا عبير، في اشياء ما بتدخل ابدا بخانة المصالح، بتدخل بخانة المحرمات. ومين اللي بيقرر هذا الشيء؟ حضرتك؟ نعم حضرتي. نحن أصحابها وما حدا له حق فيها غيرنا. أصحابها طالما بتحسن التعامل معها، بس تغلطوا لا بتصير ملك البلد. عن إذنك. شو يا ست رغد؟ أنت كمان معه ضدي؟ يا عبير أنا مالي ضدك بأي شيء، بس أي شيء بده يعمل من عمك عماد أنا ضده. أنا بدي أفهم أنت ليش حاقدي على عماد؟ ليش؟ إذا بيريحك هذا الكلام قولي منه قد ما بدك، بس أنا صار عندي قناعة إنه هدول الناس شرهم أكتر من خيرهم، وأنتي مستسلمة لهم بطريقة ما بتنطق يا عبير. يخرب بيتهم
بدهم يروحوا كل شيء أصيل، ما راح يخلوا أي هوية ولا لون. شو بدك تسوي يا خالد؟ هذول ناس مش عاديين، بس أنا قدهم. لازم أفكر مظبوط وأحط كل إمكانياتي بوجههم. شو اللي مخلي رغد لهالدرجة واثقة من خالد؟ ليش هيك قالت عن عماد؟ يا ترى بتعرف شي مخبيته عني؟ غريبة، شو يلي مخلي عبير تكره خالد لهالدرجة؟ كيف قدران عماد يسيطر على عقله ومشاعره؟ معقول وحدة بعمر عبير ما تقدر تميز؟ ايه يا سيد سعيد، بدك تحكي لي هلأ عن كل الخلافات اللي بينك وبين المرحوم عامر الدباس. يا سيدي، ما كان في بيني وبين عامر الدباس اي خلافات، بالعكس كان في بيني وبينه صداقة عائلية، وإذا بتحب مستعد نادي لمدامتي خليها تأكد صحة هالكلام. أنو مدام منون؟ مدامتي؟ بعرف، بس أني منون؟ الأولانية أم الأولاد ولا الثانية اللي بكتاب براني؟ عفوا ما فهمت. لا فهمت، ولا بدك تنكر أنك متجوز وحدة ثانية وبكتاب براني؟ طيب شو علاقة هالموضوع بالحكي اللي عم نحكيه؟ لأنك شقيت الشيك تبع العشر ملايين قدامها يا سيد سعيد. أنو شيك؟ أنا لهلأ ما بعرف شو الشي اللي بدك إياه مني يا سيدي. يلي بدي إياه منك واضح كتير، شو الخلاف اللي بينكن وبين عامر الدباس؟ مين نحنا؟ أنت والسيد ممدوح والسيد زاهر. ما كان في أي خلافات، بس كان يصير شوية خلافات بوجهات النظر حول موضوع الاستيراد والبيع والشراء واخذ الوكالات. مين اللي ساعدك بسرقه الشيك تبع العشر ملايين؟ لمصلحتك تقول يا سيد سعيد، والا لسه بتعيد قصه الشيك؟ صدقني انا عمري ما سمعت عن هالموضوع ولا بعرف اي شيء عن الشيك، واذا ما بتصدق مستعد روح هلا انا وانت لعند مرتي الثانيه واسالها. شو عم يصير يا عم؟ لك العالم كلهم عم يجنوا، بس انت اوعى تجن لك يا عمران، مسك بالارض باظافيرك باسنانك. اللي بده يجن 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 لوحده، واللي بده يجي لعندك يا قرعه يجي. تكرم عيونك يا طراب يا حنين، لحتنزرع ويصير وشك اخضر، لحتنزرع يا قرعه ونغني لك، لحتنزرع يا قرعة ونرقص لك، لك لحتنزرع يا قرعة. يا سيد سعيد، انت هيك عم تضر حالك، ما رح تستفيد شيء، عم بتلف بطريقة رح تأذيك وتغرقك لحالك. يا سيدي شو اللي بدك إياه مني لحتى جاوبك عليه؟ شو الحوار اللي دار بينك وبين عامر الدباس؟ وين؟ بمكتب عامر الدباس ليلة اللي انقتل. ما صار أي حديث. إذا دخلت وسرقت الشيكات من مكتبه من غير ما تشوفوه؟ يا سيدي لسه بترجع لقصة الشيكات، نحن ما منعرف أي شيء عن الشيكات ولا شفنا الشيكات، صدقني ما منعرف أي شيء عن الشيكات. نحن واثقين إنه أنتوا اللي سرقتوا الشيكات، وعم دور على الدليل رح نلاقيه، وساعتها صدقني يا أستاذ سعيد إنه أنت وحدك اللي رح تدفع الثمن وتروح فيها، عم تفهم؟ طيب بشو بتحب أحلف لك لحتى تصدقني؟ إذا قتلتوا عامر الدباس هيك بدون سبب؟ يا سيدي أنت رح تجنني يا